أنا عندي الجد والأمل والطموح مثلي مثلهم. كان عندي قلم لكن توقف عن الكتابة، وكان عندي خيار واحد، يا أسمع أو أسجل في مذكرتي. ومع ذلك كنت مجتهدة ومثابرة في دراستي ومذاكرتي، لكن كانت دائما تخونني ذاكرتي. أتذكر صفحة الجواب وكل تفاصيلها وعناوينها، بس فجأة يتلاشى الجواب من ذاكرتي. كان أي شيء يشتت انتباهي، حتى أدخل المحل وأطلع بدون الشيء اللي جيت عشان آخذه. أحس إني في دوامة وعقلي مشتت ومتشعب ومتشابك. صرت أحس بالتعب وقلة الثقة، بس فجأة انفتحت قدامي طاقة أمل. هذه كانت بداية رجعة الثقة وبداية التألق، لأني عرفت أن مشكلتي مو تقصير مني وخارجة عن إرادتي. طلعت أعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وبعد العلاج بديت أدخل المحاضرة وأكتب ملاحظاتي أثناء الشرح. فعلاً التشخيص الصحيح والعلاج المناسب غير حياتي ورجع ثقتي في نفسي بقدراتي وإمكاناتي، والحمد لله الآن صرت إنسانة ناجحة ومتميزة في مجالي، كله بفضل الله ثم فضل أستاذتي اللي وجهتني أني أبحث عن التشخيص والعلاج، لأن المعرفة بداية الحل.